المواسم الماضية أحيانا كان بيكون في مفاجآت. صحيح. يعني ولكن في هذه المباراة هي ليس قوة في المجزل، وإنما خلينا نقول هو تراجع في مستوى الرائد، ويعني لا أحب أن أقول ضعف، ولكن أنه مثل ما تفضلتوا أنه هو للتو العائدين إلى المباريات الرسمية بعد المعسكرات، حساسية يعني ممارسة المباريات، ولكن لا يمنع من ذلك أنه توجيه يعني خلينا نقول توجيه النقد للرائد، لأن المجزل في حالة صعبة جدا حتى وهو يلعب في دوري الدرجة الأولى، وحتى الهدف الأول كان هو من أخطاء. طيب. نعم، من أخطاء المجزل وليس. طيب على فكرة بيقول لك